اللجان المدنية في مدينة درعا 14/5/2013 آثار الدمار في البيوت السكنية نتيجة قصفها بمدفعية الدبابات. درعا البلد حي السوق. هاي وانتم ضربت الدبابة كانوا قاعدين الشباب الطلاقيات قد ما ضايقناهم الكلاب للجيش الأسد اضطروا انهم يحرقوا المطرح انهم يحرقون لنا المطرح شو اسمه مطرح ما قاعدين الشباب هاي والله بس الحمد لله يعني الله اللي ستر ما اجت القذيفه بالشباب كانوا قبل الوقت يعني نبهناهم انه اجت دبابه وديروا بالكم واطلعوا على السريع والحمد لله الامور بخير اضرار ماديه بس الحمد لله هذا الدمار قذائف خارقه هذه البيوت هناك مقنوصة من قبل النظام؟ طبعاً لا شو لسه الشارع هذا ما نقدرش نقطعه لأنه مقنوص من تحت لا دقير بالك تقدر تقدر نقدر أي بس على السريع عشان لا تستهدف هذه الطلاقية لأحد قناصة النظام هنا يتمركز جنود النظام القاتل آثار الدمار في البيت نتيجة قصفه بقذيفة الدبابة